المفردة الثامنة الصمت. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: تعلموا الصمت، تعلموا الصمت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام، تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق. والصمت هو الإمساك عن الكلام مع القدرة عليه، وهو قدر زائد عن مجرد السكوت، فإن الساكت قد يكون قادراً على إبداء شيء بكلام وقد لا يكون قادراً. وأما الصامت فعنده قدرة على الكلام لكنه يلجم لسانه عن جريانه بشيء، فإذا اعتاد المرء الصمت صارت هذه ملكة قوية تدل على تمام قدرته النفسانية. وكان السلف يتعلمون هذا ويحرصون عليه ويجاهدون أنفسهم عليه. وقد قال إياس العجري: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنين، جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنين. فهو لم يزل يعتاد نفسه بتذكيرها بالصمت حتى استقامت نفسه، فصار قادرا على إمساك لسانه. وهذا الإمساك فيما يتعلق بالأمن الفكري إمساك له عما يكون فتنة له أو لغيره. فالمرء إذا أمسك لسانه لم يجري على لسانه كلام تكون به فتنة له ولا لغيره، ولم يكن محباً لاستيشاء الأخبار وجمعها ونقلها فيما يضر بعقله. ومن خزن لسانه قوي قلبه، ومن قوي قلبه تم عقله. فخزن اللسان وقلة الكلام يثمر في العبد قوة العقل. وكان السلف رحمهم الله يتعاهدون هذا ويعرفون أن من عقدة عقل الرجل قلة كلامه، وكانوا يعدون كلام أحدهم من الجمعة إلى الجمعة إعلاماً بأن قلة الكلام تورث العبد قوة عقله. فإذا قوي العقل لم يمكن أن يقع فيه شيء مما يفسد أمنه، بل كان إمساكه سبباً لأن يقوى عقله. فالصامتون المتكلمون بما يحتاج إليه هم أكمل الناس عقلاً، وكمال عقولهم يرشدهم إلى كمال دينهم. فلا تكاد تجد إنساناً كثير الصمت اختل نظام عقله سواء في أمنه أو في غيره بسبب شيء من الأشياء. وغالب من يقع له الاختلال والاضطراب في عقله سواء فيما يتعلق بأمن أو اقتصاد أو حياة زوجية أو غيرها يكون مهذاراً ثرثاراً كثير الكلام. فمن كثر هذره تفرق عقله، ومن تفرق عقله ساءت حاله، ومن جملة ذلك ما يحصل من فساد عقله باختلاله واضطرابه. فينبغي أن يتعلم المرء الصمت وأن يحرص عليه حفظاً لعقله من غوائل من جملتها ما يضره ويفسد أمنه واستقراره.